في الحلقة السابقة. They won't back down now. I can see that. See his face. God save us. Be gone and don't ever come back. My daughter Cirilla, she's returned. Now do you understand why I'm at Amir's court? It seems we're in the same boat now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هو كيت حق قناة لعبة The Witcher 3 الحلقة الثالثة بعد ما ذبحنا الفتخاء اللي بالأول جزء الأول وذبحنا الساحرة ذبحنا أشياء حلوة وقتلنا شوي وعرفنا أن السالفة صعبة وصارت مشاكل ولقينا يونيفرت وأمرنا الأمير أننا نروح ندور السيري بالأماكن اللي هم شافوها إياها وعطونا صورته وحفظناها. خلينا نشوف الحين ناخذ اسلحتنا من هذا الرجال. عطنا اسلحتنا طيب. قرنفاء. بعد ما عطري ملابس. As soon as possible. Yeah, mention something of the sort. So long. So long. الحين بسافر إلى فيلين مدري. أقعد. هنروح نسافر بالمكان اللي طلبوه منه. حلو. خريطة العالم. هذه هي الدولة النبيها. في دول واجد أماكن واجد نكتشفها بعدين عبر الزمن بس الحين خلينا نركز مهماتنا الأساسية. المستوى هذه 5 بس كذابين حنا حاطين صعب شيء وتكون مستوى أكبر من 5 في عشرات الأضعاف. حلو خلينا نسافر المكان هذا يحكي لك قصة. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. حلو. السيري عرفنا أن عندهم في مكانين قالوا أن شافوها فيها. مشكلة السيري أن تتنقل بطريقة فظيعة يعني عندها قدرة سريعة حيل بالتنقل. ونفس كذي قدرتهم أن الوايلد هانت هم عندهم نفس القدرة هذه. فشلون تلقاها بالعالم الكبير هذا؟ راح نحاول نحصلها ان شاء الله. خلينا نشوف هذه عاد دولة عجيبة بعد 5 ايام مرة. اوه شوف الدولة تكفى. لا معلقين الناس. دخلين على دولة صعبة حيل معيشتها. نشوف هناك تشوفون هناك بنروح عند المدينة نفسها. اقدر اختصر الطريق بس هني في كلابة. شنو اقل حيوان عندكم 45؟ هذا مو هالدرجة صعوبة. كله على ليفلاتك تتطور يتطورون معك. انا اتوقع اني تطورت انا ما اذكر قتال 46 اي تطورت. حرك ناس تبكي موت حالة صعبة هني بالاماكن هذي. هذي اول اماكن تجيك اياها انها صعبة حيل. شوف انه خلهم يولون ما علينا بلا شك مع ان القصص الجانبية ترى حلوة حيل بس اذا بفضح حق القصص الجانبية يمكن افضلها بتويتش يعني اللي بيضيفني بتويتش راح يشوف معايا القصص الجانبية بخليها بعد الحلقة الخامسة يمكن. نروح تويتش ونخلص قصص جانبية كذي حركات حلوة ومنها تفيدنا حيل على القصة الأساسية. يعني قصص جانبية ترى تفرق معاك بالقصة الأساسية صدق وبعد تتطور وحركات حلوة. بس الحين ما دام نحن خطيين أكثر يعني كبداية لازم تصير شوي خطي وتمشي بالقصة بسرعة. هذا أول مكان قالوا له خل نروح عند الحانة. طيب أنت يا السلام عليكم. نشوف
looking for a man goes by Hendrik. Hendrik. What do you want with him? Talk to him. What about? What check? Give me a bottle of something strong. أوه لبس ما غيرته. لا 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 لبس بغير بغير دقيقة. لبس حيل ضعيف. نحاشه. You gotta go. I'll open the back way for you. لما تنتهي من شغله هل تتوقع زوارة؟ أنت تخشى. Got company. Who is it? Innkeep, Vorka. Who's this? أنا خلك يا. Brave warrior looks like. Got two swords, see? Oi, great boy. What's the point of having two swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking dead. Gonna say who you are? يا ولد. Or do I need to loosen your tongue with me knife? والله راح تمشي ترى وياه ولابس لبس تراجع ولا ستموت انا وتشرد هل ترى في احتساء شراب How about I buy everybody around Why would you Got the coin for it simple as that I don't drink سيكي. With strangers We share a round won't be strangers anymore then we go our separate ثم. ways And which way might yours be اتجه الى لازم نقول هذول حراس on my way to Novigrad city of whores and whoremongers حلو حلو هدينا وضع من انتم to your health and mine صح علي مشيت انا هديت روضة شريت هديتها في انك تصير مشكلة تصير مشكلة عادة تذبحهم ولا عادة تاوش وياهم شي هد الوضع واعرف الخيارات الحكيمة اللي تصير thanks for not starting a row with those swine I don't generally poke my nose in other people's business looking to stay the night no I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that way this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? ما تعرف عن هنريك. هنريك Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. حلو. أبحث عن عملية مسمى هيرليك في قرية هيندرتون. هيندرتون. زين تعال تعال. باخذ منك شو اسمه. لا مانع في الحصول على الشراب. خلينا نشوف. Wouldn't mind a drink. إذا عنده أشياء يعني حلوة أوه عنده ورقة ذهبية جلالة الإمبراطور خلنا نأخذ القائد حلوة وهذه أتوقع أنه فارس رابط قوي ضد جانب حلو هذا حلو والبوق أنا ما عندي بوق القائد خلنا نأخذه ونأخذ لنا كم فلوس هنا نأخذ دجاجتين خلاص أشياء تفيدنا بس Thanks. شكرا المشكله ان سيفي شوي مكسور فالحين احنا ما وصلنا للاماكن اللي نقدر نصلح فيها سيوفنا او شيء عندي تصليح بس ما تسوى خلنا ننطر ونشوف نصلحه بعدين هو اذا ما صلحته يضعف يعني نص قوته قوه السيف يعني تشوف سيفك 1000 ها اذا صلحته عادي تدبل مو تدبل يعني يعطيك فرق يعني نسبي بالمئة. أتوقع إن في مرة تنكسر كل شيء. إذا ما صلحته. إحنا الحين متجهين لهيرلك هذا هيرلك هذا رجال اللي شاف سيري. عشان
إذا لقينا سيري عرفنا هير لك ناخذ الدلائل ونعرف من الناس وكذي، هي عشان تدور واحد ممكن تتعلم منها عشان تحصل الدليل. حلو أن ذا ويتشر تعلمك، يعني تعلمك أشياء واجد لو تفهم لها وتطبقها. حلو حيل. أركيد شو شي معلقة؟ كان في بيت هني أو شو؟ حلو خلنا نتجه، كان قرب من حيل حنا على المدينة. Air is strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. The mist. Up, 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 up. Club. Ah ha ha! Yeah, we're halal. Ayo. Orkid. Awesome. We're gonna get one. We'll get the other. Ayo. اذبح هذا، اذبح هذا، مات ثاني. اوه لحم قنع. اركض 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 اركض. Calm down. It's over. هذا السحر اللي استعمله. هذا ميزة تكشفها بعدين يعني. It's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. أخبرني ماذا حدث، إيش صار هني بالمدينة. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. قول خذوهم جميعا. The sun was waning, see? And the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange. The toads. I cannot hear them. أوبا. هذول وايلد هانت جو عند القرية هذه. Through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. يخرب بيتهم. يعني ما خلوا أحد. ذبح، تقطيع رقاب، حرق بيوت، إجرام، ما خلوا أحد. Damn it. هي صورت. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No. And I'll not set foot there. Never. Farewell. Peace of mind to you. هاي قبل شافه زين عاش. بس الحين خلنا ندور أدلة على هرلك. هذا بيته. اها في اثار. Traces of ice around the footprints. Really? في اثار قدام واثار خيول.
ما أتوقع أنه من خيول ذاك اللي هو ال... أوه سجسته هذا. Tortured him. Maybe they missed something. يجب بحث في السروال. خلنا نشوف ربما يوجد في شيء في السترة. خلنا نشوف السترة. لا ما فيك. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. ماشي. اللي خبر شيء في حذائه. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. آه في مفتاح. Gotta fit a keyhole somewhere nearby, hopefully. لقينا مفتاح داخل الجوتية اللابسة. خلنا نشوف المفتاح هذا شنو. أخطري صحن. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. حبا عنده طلع. طيب داخل مفتاح هني في القبو. خلنا نشوف فتحته ونشوف شنو داخل. ننزل باحترام. اوه شو قارورة ما احتاجها. ها تمام مفقودة. يتم ان تعطي الاختطاف مكافأة سحيرة غريبة. شنو هذا؟ اها مكان سري. نشوف ايش عند امه هنا. عندك كتاب. طار انه a ledger payment for a sack of grain, amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. مفقود خنزير مخمور نزاع مع الساحرة ينصح بتوخي الحذر. مفقود ومطلوب. يعني واحد مفقود ومطلوب. خلينا نشوفها. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoids contact with others. أيوة. هذه مواصفات شو اسمه سيري. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's Perch. هذا ظهر دفتر يعني يكتب على قصته أو قصص تصير. Clashed with a witch. So. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. نصبح توخي الحضارات. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. يقولك في ساحرة. يقولك في أشياء. شكلنا ورانا قتال قوي. زين مدام قتال قوي بيجينا وشي. خلنا نتأمل لمدة ساعة. تأمل أول مرة تأمل الحين بسلسلة بحلقة ثلاثة. المفروض أن يزيد التأمل يزيد جرعاتك بس ما يزيد الطاقة. خلنا نشرب. طبعا زيادة قاعد تشوفون زيادة خرافية صح؟ زيادة لأن يلا خلينا نتأمل ساعة. التأمل كان بالنورمال أو الطبيعي مستوى الطبيعي كان يزيد الطاقة بعديها. بس الحين والله ما يزيد ولا شيء. حلو. أول شيء خلينا نغير لبسي عشان يمكن نواجه شيء. اي هذا اللبس عاد هذا اقوى لبس يعني اخذته. حلو بس للحين ما ضبطت على اخر تضبيطات. يعني تضبيطات اللي تشوف الحين عادي. شوف كان درعي واحد
انا تهاوشت فيه هذا؟ لا ما تهاوشت. استقع اي واحد يطقني اموت. حلو. في اشياء اني اقدر ازيد عليها قدرات السحر مالي بس انطر خلنا نزيدها بعدين لما اشوف الشيء قوي ازيد عليه. يلا الحين خلنا نروح لحظة خلنا نشوف اذا اقدر اتجه بطريقة سريعة اريح نفسي. حلو اللي هني لا مو كاشف فيتطلب اني اروح بالخيل. حلو اتجه هناك. اتوقع انه كذي بنطول اذا كل شوي اتنقل بالخيل ولا اتنقل بشيء. اتوقع انه بنطول. هنشوف اجرب التوقيفه. حلو قربت من المدينه بعد احسن. اتوقع انه كذي احسن تقطيع. اوب 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 كد. هذا مو مدينه، تقدر تسميه حصن قريه كذي محتمين فيها الناس. ندش ونشوف شنو فيها. اعثر على البارون. البارون بارون هو حس انه يعني مثل ما تقول هذا المفقودة. هذه قصص جانبية نقدر ندورها ونحصلها كذي احنا ماشيين. هني بياع اسلحة. حلو خلينا قلتكم قصص جانبية اتوقع اني بخليها بالبث مباشر مثل بتويتش، لان دائما بتويتش تحصلونه تحت يا جماعة ما يحتاج اقول لكم. شوفوا اي قناة تدشون شوفوا الديسكريبشن ماله شلون كاتبه والاشياء اللي كاتب فيها. حارس البارون. Baron home. Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. And I want to plow the lovely Queen Cyril. Seen this man before. In at the crossroads. You brought us around. As I recall, you نعم قاضى. قاضى الطريق لهنا. كان ذكرت انه المفروض ان تذهب في طريقك. قال انا شفتك بالحانة هذولك اللي شربت معاهم. توقع بنفس الحلقة هذه ولا اي نفس الحلقة. قال انا شفتك هناك بالحانة. قاعد انطريق انا. ليش ما رحت طريقك؟ something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. فوق حد. Open the gate. Sergeant. Ardle. Witcher to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? زين ما سويت مشاكل هناك فتكون صعبة حيل الدخول. يعني كان ممكن نذبحهم. شوف هذا هو صاحبنا. حداد هنا. حلو نضبط صحتنا فيها. So what are you all doing? ليش شنو حدد هذا؟ Had a choice after the black ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Tiberia. We chose the former. And the Baron, your commander? Yeah. Command. رايح فيها. هذا الحين الأماكن قاعد أوريك إياها أدري الحين بتشمئزون منها لأنها شوي مقرفة صراحة، لأنها بداية أماكن وسخة صراحة. But the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. اللابس الأحمر هذا هذا هو البارون. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. لو أتي هنا للثرثرة خلنا نسأل نقول له. I know who you are. Believe I also know why you've come. أيوة. We'll talk inside. أحب اللي يفهمه هو طايرة، اللي يعرف أنا شنو شنو أبي. Make yourself at home.
Yeah, where'd I put the bloody vodka? Vodka. عصير طبعا يا جماعة. There it is. A snifter. تنشر الكريم. والله شوف. لا شكرا. No thanks. Didn't come here to drink. As you will. But I'll not sit here dry if you don't mind. Before the war, there was a distillery nearby, best in Velen. But the whore sons burnt it to the ground. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the Blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I've said already. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? أدخل في الموضوع. ماركشو. Didn't come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived, plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. شوف كثر فقد أحبائهم هنا البعض فقدوا زوجاتهم والبعض فقدوا بناتهم أشوف أفضل الدخول get to the point already خلصنا Siri that's why you've come isn't it يا السلام عليك she showed up some time ago exhausted wounded and stinking like a soaked hound after a hard hunt Later, I learned she'd come from the swamp. أوبا نحكي لقصة سيري اللي شافها يعني سيري صدق إنها كانت موجودة يعني في العالم وهذا قال قصتها عرف اسمها بدون لا حتى أقول اسمها. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Oh. هذه السيري بنت أنا اللي قاعد ندورها بنت الأمير ومدرب حالات السيري السيري مثل ما أقول لكم هي بنت عندها قدرة خارقة شنو قدرتها؟ ما بين يفضحتي أنا راح تبين قدرتها بالقتال قدرتها قوية حيل أيوة شوف مثلا هذه تقدر تختفي وتتنقل على السرعة هذه تشوفونها يعني هذه سرعتها هي قويتها هي بنت بنت متدبرة تخيل بنت تدربت بنت تدربت عند الويتشر وقدرتها قوية يعني تكفى متدربة هي صغيرة عند بدين جيلارد وفوق كذي عندها قدرة قوية خارقة غير قدرة السحر اللي استعمله الويتشر يعني جمعت اشياء واجد هي ما تعلمت سحر اتوقع ما شربت شو اسمه مشروب الويتشارد للحين Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? ضايع. نعم أنا تائه أيضا. لا أنا لا أتوه. لا أنا لا أتوه أبدا. I never lose my way. Ooh. If that's true, what are you doing so deep in the forest alone? Looking for lost little girls. What happened to you? This? It's nothing. متعورة. رايحة فيها. كيف وصلت إلى هنا؟ How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail. Then I saw a butterfly. And I ran to catch it. And I lost my way. أوه. قديم القصة هذه تذكر طريق البيت you and your father
When did you leave home? This morning. And this morning. Did it warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. لا تخافي أنا سأحميك. See what I've got on my back. Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. تعال طريقي وأنا ضبطك. رياضة ما عليك منهم والله. لا والله عليك. هد هد الكثرة تغرب. دايم الصيد يعتبر انك تصيد واحد وتلف على اثنين، يعني تصيد المفروض البعيد عنهم، يعني مثل هذا تأخر عنهم كذي تمسك الواحد بروحه عشان لا يغدرون فيك. تعالوا والله لفلاتهم خرافية 49. تعال يا بنية. You can come out now. My, you're brave. My father can even do that. Mine could do a lot more. Come. يقول أبوي ما يقدر يسوي كذي. There's something there. Oh. Wait here. Don't come any closer. But no buts, stay here. I must see something. طبعا هي علمها جلط فاكيد علمها التشريح والاشياء هذه وال البطن. خلينا نشوف البطن ايش صار عليه. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tight? You're just getting a chimney in Papna. So. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there. And look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. اختصار. Something seems to suggest a fiend. What happened to him? He had a fall. My bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No. A far more special oil. I've dug tallow, fool's parsley, wolf's liver, and mistletoe. The fiend will feel terrible, terrible pain. So, yeah. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Vesemir. حبيبي. حلو. الحين خلينا نحصل ال الورد اللي تقول عنه. احنا ماشيين كذي. تعال يا ديابة. جينا وراك يعني على بنك ما اشوفك. في ضربات قوية يعني. اشوفها. يا سلام. الحين خلنا نطالع ونفتح. You can come out. You cut them up bad. Wolf keep do parents often send their children out to follow the sweets. نحتاج تشبد من الذئاب هذول. يا جماعة نبتات الهدال. اشوف نجمعها. اتوقع هذه نبتة.
حلو عشان تسوي أم المسحوق هذا والخطير السحري. جمعنا كلهم ونكمل طريقنا. خلاص شفت شو؟ All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire, brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. How effective Uncle Vesemir's formulae are. حلو. علمتنا ان في طريقة لدهن السيوف وشوف قوة قدرتها. الله يبنيه تعالي. ايوه في صوت هنا. لا كنا ما عندنا احنا الطريق. ها through the cave. وين كيف هني ولا هني؟ تريبا تبي ندخل داخل. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. What? The wolf king, now do you believe me? Look at the odd switch. Hide! Will it be any good? The oil you made? Not unless we want to anger it. هذا نوع من انواع المستذبين. اركض. شوف سيفنا قوي حيل بس انت شكلك اقوى. مبين عليك. لك على قولهم ملك للذيابة. بس ملك ملك عند ذيابتك. اح لعب. هو 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 ارجع كده ارجع يا كمان. ايوه قدرة السري قوية حيل. اقول لكم التنقل سريع حيل. جرد استحالة يسوي. حكرت أمه. اقتل مستذعب. ناخذ أشياء. أنا ما له داعي. Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Do you have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. بعد مرور ساعات يعني. رايحين أكل شرب. Just who do you think you brought me, man? That's not my daughter. And the little one? Neither, dammit! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit a likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. هذا يدور بنته. فالناس تسوي المهمات عشان يعطيهم فلوس. نلقوه بنته. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in. Clear to see.
I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. I... Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. يا سلام. يعني هذا الطريقه اللي دلت جت بيت الرجال هذا اللي هو قاعد يقول قصد my men to watch her and left her to rest. And a topic for another time. شوف حيوان اخبرني انه امر مهم. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. Oh. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Hello. Mother of Fortunship. What if I refuse? Because I just don't want to. Would you tell me to sod off? Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. الحقير وقف القصة بطريق خايس. قال لك سوي لي خدمة وأسولك وأكمل لك القصة معك اللي هي قصة شلون نكمل على السيري. Don't stare, I've not grown horns. Treated as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. هذا الحين قاعد يقول قصة اسمها بنته. I need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. طلب مني اني يعني القى بنته مقابل انه يكمل القصة سري. يعني مقابل شيء بشيء. صدق حرقة حقيرة منه بس يعني مو محتاج اني القى بنته. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's womb on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bed chamber. Tamara's room is there. Try not to make wooden a mess. Wooden candlestick. For their return, stem's broken. Everything to be as they left it. طبعا كل دليل نعد. أوه شنو هذا؟ Walls a different color. Something used to hang here. That painting. مبين أكثر. Right size. حلو نحتاج أدلة أكثر. كذي اتوقع ان السالفة على اللوحة هذه. The Baron and his wife look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole and what's on the other side. الجانب الثاني موجود كبت. بوم. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Oh, fear him. Hit with a heavy object. هذا شكله طاق حبايب. Rest of the candlestick and wine stains.
Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Hervelous. Scent hasn't died. حلو خلنا نشوف الغرفة الثانية. هذا غرفة بنته. ما فيها شيء هنا. غريبة. ها هذا الريحة. أنت. Damn, trail breaks off. Could find something else though. اتجهت هنا. Spruce wood. Smells good. خدت بسرعة. Some sort of folk talisman, protective. Question is, against what? Won't find much else here. نروح. نقول شال سكتة طيب. Done poking around. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? Pella. Old Coop lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. سأخرج مغاوة الساحر الشماني. I'll have a chat with this Pella. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. حلو. توقع الحين بروح عند الساحر الشماني. الشماني هذا مدري شنو. عشان نسأله عن موضوع التعويذة هذا اللي كانت موجودة هنا. أكيد العلاقة موجودة فيها بين المرأة لأنها طالعة من الغرفة وجاية لهنا. ونشوف نسأله وبس بنخلص الحين الحلقة الثالثة نكمل على الحلقة الرابعة بالتختيم. يا جماعة هذه كانت الحلقة. يلا والسلام. خير وختام.